لو عندك دم، ده مش سؤال بتعقبه علامه استفهام. لو عندك دم دي كمان مش شتيمه او تلقيح، لو عندك دم ده اسم صفحه او مشروع حقيقي لواحد ملوش علاقه ببنك الدم. هو ملحن شاب تعرض لموقف من كذا سنه وبعدين سال نفسه، هو احنا ليه ما بنساعدش بعض او بنعمل داتابيز، بنعمل قاعده بيانات للمواطنين، الناس اللي عندها القدره وعايزه وحابه ان هي تتبرع، ليه ما يبقاش في جداول؟ ليه ما نبقاش عارفين انه لو حد لا قدر الله بيتعرض لعمليه، حصل له حادثه، يعرف يطلب من مين؟ ما حدش فينا ما عداش عليه الموقف ده، انه في مستشفى له صديق او قريب، يا جماعه محتاجين دم، طب نجيب الدم منين؟ تروح لبنك الدم اللي في المستشفى يقول لك اصل فصيلته مش موجوده. احيانا تروح يبقى بالليل فبنك الدم قافل، يقول لك لا طب بص حضرتك ممكن تشتري دم من المستشفى الفلانيه، تروح المستشفى الفلانيه يقول لك لا اصل الدم مش موجود. في ناس تانية ولاد حلال يقول لك اصل هو بيخزن الدم عنده، الحالات اللي عنده ايه اللي يخليه يديها لك او يبيعها لك. كتير مننا تعرضوا للموقف ده، انما معظمنا اكتفى بفكره انه يعني خلاص ازمه وعامه بتعدي. اول مره اتبرع فيها بالدم كنت في تانية جامعه، كنت بقرا الجورنال وكان جورنال الوفد لو انا فاكره كويس، وكان في صفحه عن اطفال معهد الاورام وقد ايه ان هم عندهم ازمه كبيره في اكياس الدم او في كميات الدم. وانا في الجامعه كنت عماله اقرا التحقيق الصحفي الممتاز وعماله اعيط، عماله اتخيل يعني ايه طفل ممكن يموت عشان لتر دم مش موجود. جامعتي كانت في ميدان التحرير، قفلت الجورنال ونزلت ومشيت في شارع القصر العيني ورحت المعهد هناك، ودي كانت اول مره اتبرع فيها بالدم. ومن يوميها وسنوات طويله كل اربع شهور لازم اروح اتبرع بالدم في اي مكان، يا اللي بنك الدم، لمستشفى جنبي، اي حمله الاقيها في الشارع بتقول يا جماعه مين عايز يتبرع ادخل واتبرع بالدم، وبقى جزء من نمط حياتي. وكنت اعتقد ان معظم الناس زيي، ان الحمد لله ما فيش مانع انه يتبرع، مانع صحي انه يخليه يتبرع بالدم هيتبرع. الا ان اكتشفت انه مش كل الناس كده، انه لما يجي حد او في حمله تبرع ونقول يا جماعه مين عايز يتبرع فنرفع ايدينا، الاقي ثلاث ارباع ناس بتاخد خطوه لورا يقول لك لا يا عم انا مش هتبرع. ليه مش هتتبرع؟ ليه؟ انت الحمد لله صحتك كويسه. يقول لك لا يا عم، اديني اجابه مقنعه. يقول لك ما بحبش اتبرع. احنا ثقافه التبرع بالدم في مصر منحصره الى اضيق الحدود، ولا تحدث الا في حاله الطوارئ القصوى، مع ان التبرع بالدم ذكى عن الصحه، وبالعكس في تجديد لخلايانا وفي تجديد للتعاطف والموده والتكاتف اللي المفروض يبقى بين الناس حتى لو ما يعرفوش بعض. على كل الاحوال اعتبرت انها يعني مساهمه شخصيه مني في المجتمع، بالتاكيد بعد ما خلفت اطفال بقى تبرعي بالدم اقل عشان الهيموجلوبين اقل، انما ما زال دايما في قلبي الاستعداد انه لو في اي مناسبه وفي حد بياخد دم ولو انا قادره على طول اشمر كمي ونتوكل على الله. لما شفنا حمله لو عندك دم قلنا ايه ده؟ ده في ناس مش بس عايزه تتبرع، ده في ناس مستعده تاخد من وقتها ومن مجهودها ان هي تعمل داتا بيز او قاعده بيانات اللي زي حالاتي، اللي هو عنده استعداد دايما انه يساعد حد حتى لو ما يعرفوش. في بلد بنك الدم في كتير من الاحوال بيبقى عنده ازمه حقيقيه في كميات الدم المتوفره لحالات الازمات. معانا ومع حضراتكم هشام خرمة، صاحب سؤال او تلميح او صفحة لو عندك دم. اهلا يا هشام. اهلا يا هشام. في حد يعمل صفحة يشتم الناس يا هشام؟ لا، ما هي النية لو عندك دم تبرع بيه، بس طبعا يعني ضايقت ناس شوية، بس هنتكلم في التفاصيل ان شاء الله. ايه اللي خلاك تعمل الصفحة دي؟ هي كانت قصه بدات من خمس سنين. كان واحد قريب دخل المستشفى ورحت عادي انا وقرايبي واصحابي عشان نتبرع بالدم ونقف جنبه. فدي كانت اول صدمه ليا طبعا، ان انا اكتشف ان في نقص دم كتير قوي
وفي ناس في حجم فساد رهيب. الناس بتستغل طبعا ان واحد جاي، يعني بتكلم على المستشفيات الخاصه بعضهم طبعا بيبقى في بعض الموظفين طبعا الفاسدين بيستغلوا ان واحد جاي محتاج دم، فمش فارق معاهم بقى ان في واحد جوه في عمليه مركزه حد بيموت، يقول لك مثلا لازم تدفع فلوس، لازم تجيب لي 3 كياس دم تانيين فصيله تانيه. فاكتشفت ان في حد همه انه يطلع بمصلحه، مش همه ان في واحد قاعد جوه ممكن يكون بيموت. فطبعا لما فكرت فيها ساعتها قلت يعني الواحد، يعني احنا ماشي ممكن قدرنا نوفر الدم، بس اكيد في ناس ما عندهاش المقدره ان هي توفر الدم ده. فبدات الفكره من هنا. بس قلت لي احداث محمد محمود كمان كان لها علاقه. هي من 5 سنين كانت بدايه الفكره، بس انا طبعا عشان مش دكتور دي كانت من الحاجات اللي خلتني طبعا ما اعملش حاجه. حسيت ان حد لازم يعمل حاجه في المساحه دي، بس اللي وقفني طبعا عدم وجود الامكانيات. انا يعني انا مش دكتور طبعا. انت فرد. انا فرد بالظبط. بس كانت طبعا فضلت تتبلور شويه. بعديها بسنتين حصل طبعا الاحداث محمد محمود والتحرير، فجمعت طبعا قد ايه موضوع الدم ده الناس محتاجاه. الحاجه الثانيه يعني عدد الناس الرهيب اللي بدا يخش على الانترنت، فيسبوك وتويتر، يعني الناس بقت كلها طبعا موجوده على الانترنت. الحاجه الثالثه موضوع الانقسامات اللي كانت موجوده الرهيبه من بين الناس من تخوين وانقسامات بقى دينيه وسياسيه وكل حاجه. فحسيت ان لما جمعت النقط دي كلها حسيت ان الدم عنصر اساسي بيننا كلنا، فقلت لا يعني الواحد يبداها على الانترنت. انت اصلا من المتبرعين الدائمين بالدم؟ اخر يعني من ساعه ما جمعت المشكله دي. طب ايه بقى التنسيق اللي ممكن يكون بينك وبين بنك الدم؟ طيب احنا الموقع بتاع الاول قبل ما تشرح لي الموقع، انت مؤلف موسيقي للاعلانات يا هشام؟ هو مش اعلانات بس، هو يعني هو تلحين وتوزيع موسيقي. شغال كده يعني، شغال كريتيف دايركتور في مجال الدعايه والاعلان برضو. كريتيف دايركتور انت في الجزء الاعلانات وخلاص بالظبط، ولا ليك شغلانه ثانيه؟ لا في مجال الاعلانات اكتر. يعني انت كريتيف دايركتور للاعلانات، موسيقى وصوره بس ولا موسيقى بس؟ لا موسيقى وصوره، والموسيقى بقى بره برضو، يعني بره مجال الاعلانات. بعمل موسيقى. انا عرفت ان في اعلانات مشهوره جدا انت اللي عامل المزيكا بتاعتها. الحمد لله. طيب خلينا نسمع لحن من اللي مألفهم هشام. طبعا مش هقول المنتج عشان الغرض الحقيقة مش الغرض التبرع بالدم. لحن المنتج نوع من الكاتشب، يعني نوع من الكاتشب. خلينا نسمع المزيكا وانت هتفتكروا الإعلان من غير ما نعرضه. اعلان ماركه مشهوره جدا من انواع الكاتشب ومستلزمات الاكل، وعامل اعلان لواحده من اشهر شركات السندوتشات السريعه كمان. تمام. ولها علاقه بالمزيكا والاعلانات وما الى ذلك. بالظبط. يعني حاجه ملهاش علاقه خالص بصفحه او بمهمه لو عندك دم. بالظبط. مش مؤسسه بقى طبيه، ما انتش بتشتغل في مؤسسه اجتماعيه، لا خالص. لا خالص. طيب اشرح لي بقى الليله دي. طيب هو عباره عن موقع. الناس بتخش بكل بساطه، اول ما بتخش بتلاقي يعني باطن مكتوب عليه انا عايز اتبرع بالدم، يا اما انا محتاج دم. فلو واحد عايز يتبرع بيخش بيدوس على زرار بيتفتح له زي ابلكيشن بسيطه جدا، بيدخل فيها اسمه، فصيله الدم، المحافظه، رقم التليفون، وساعتها بيكون متخزن على قاعده البيانات بتاعتنا.
لو واحد محتاج دم بيخش بيدوس على انا عايز دم، بتفتح له برضه ابلكيشن ثانيه بيكتب فيها الفصيله اللي محتاجها، اسم المستشفى، اسم المريض، العنوان ورقم التليفون اللي الناس ممكن تتصل بيه عليه. فاحنا اول ما بيدوس سبميت بيجي لنا الايميل ده، احنا في 3 دقايق بالظبط. احنا بنشتغل ازاي؟ احنا غير المتابعين بتوعنا على فيسبوك وتويتر، احنا لينا يعني مبادرات تانية في مجال الصحة او غير مجال الصحة، وزي ما قلت حضرتك في الاول فنانين وحاجة مثلا بيقول لك من اكتر الناس المشاركين لينا اللي بيساعدون ان احنا نوصل لا بيقول لك معانا بس بيقول لك ده المواصلات والطريق. واحنا لقينا يعني لما قعدنا مع بعض كانت النية ان احنا عايزين نستخدم الشبكات التواصل الاجتماعي ان احنا نفيد الناس، هي دي حاجه كانت الكومن اللي بينا. لما قعدنا مع بعض لقينا ان طب ما هو لا يعني قعدتوا مع بعض فعليا ولا فيرتشوال ولا افتراضيا؟ قعدنا مع بعض قلنا احنا عايزين نعمل حاجه مع بعض. يعني بيقول لك مع لو عندك دم قعدوا مع بعض وشافوا ازاي يساعدوا بعض. بالظبط. فلقينا اللي هو طب ما هو ممكن الناس اللي مثلا رايحه في اتجاهها ومزنوقه على المحور، فطب ما هو ليه لا بيقول لك يبعتوا لهم رساله اللي هو يا جماعه بدل ما انت قاعد على المحور في الزحمه استغل وقتك وخش في دقيقه سجل كمتبرع. احنا من ناحيتنا احنا بيجي لنا حالات بننشرها على شبكات التواصل الاجتماعي. فساعتها مثلا لما بننشر حاله ان مثلا في حد في مستشفى الفلاني في المكان دم. طب ما تشوف بيقول لك عشان توصل بسرعه. طيب معظم اللي بيحتاجوا دم بيبقوا اللي بيدخلوا على عندكم بيبقوا من في مستشفيات حكوميه ولا مستشفيات خاصه يا هشام؟ لا الاثنين بصراحه. يعني احنا طبعا احنا الفكره كلها ان حضرتك عارف ان احنا كتير جدا بيتحطوا في الموقف ده، ومره واحده بيقعد يتبعت الرسائل اللي هو لو حد يعرف حد دم، يعني بنقعد طبعا كل واحد بيتوه لفتره معينه بحيث ان هو يلاقي الدم ده. فالحمد لله شويه شويه الناس بدات تجمع صفحه لو عندك دم. فمثلا في واحد صاحبي مره لقيته بيكلمني بيقول لي بقول لك ايه، انا واقف مع سواق تاكسي تايه لان بيدور على دم لبنته في المستشفى فممكن تساعده. فالحالات في كل المحافظات واحنا مجرد وسيط. قدرت تأمن له مباشره حد في المحافظه بتاعته مستعد من بره؟ احنا كده كده الناس يعني احنا عندنا متبرعين متسجلين على الموقع مش متبرعين، اسمها اللي عندهم استعداد للتبرع. استعداد للتبرع الناس اللي بقى عندهم استعداد في اسكندريه، الناس اللي عندهم استعداد في الجيزه، ناس عندهم استعداد في القاهره. بالتالي لما يحصل اي حاله طارئه لاي مواطن يلاقي اخوه المواطن اللي مستعد يتبرع وقريب منه يروح له ويديله دم. بالظبط. والحاجه الثانيه ان احنا لما يكون حد محتاج دم غير قاعده البيانات اللي بيبص عليها هو بيبعت لنا الطلب، احنا الطلب ده في اقل من 3 دقايق بننشره. فكل الناس اللي بتتابع الحاله دي على شبكات التواصل الاجتماعي هم بيكلموا الشخص اللي بيدور على دم، فاحنا بنفتح له مش مجرد بس قاعده بيانات، لا هو قاعده بيانات ممكن يكلمها لحد من متبرعين تانيين. انت بتوصل اللي محتاج دم بشكل طارئ ده حد عنده استعداد انه يتبرع. بالظبط. بعيد بقى عن بنك الدم والمستشفيات، يعني انت بتعمل الاتصال المباشر ما بينهم. الاتصال المباشر ما بينهم، بس لو واحد راح يتبرع احنا حاطين ملاحظه في الابلكيشن ان انت لازم تتاكد ان انت رايح مستشفى، ان انت تقابل اهل المريض، ان كيس الدم بتاعك ده الناس مش هتقابل بيه. سمسار اكياس دم هو اللي ياخد منك. بالظبط. والناس الاهالي المريض كاتبين لهم برضه ملاحظه ان انت اي حد جاي لك يتبرع لازم تتاكد ان الدم ده هيتعمل التحاليل المطلوبه عشان طبعا لا بس دي مسؤوليه المستشفى اللي هتنقل الدم، مش مسؤوليه اهل المريض. طبعا احنا بس يعني حاطينها كنقط تنبيه. وبس احنا مش بنخش طبعا في عمليه التبرع نفسها. الحالات بقى الثانيه ان احنا دلوقتي طبعا من ساعه الاحداث ومن ساعه العلاقه اللي حصلت بيننا وبين بنك الدم كتير جدا مؤسسات او شركات او ساعات بنعمل حملات كل فين وفين كده بنروح متفقين احنا ماسكين السوشيال ميديا نقعد نقول مثلا يا جماعه احنا عندنا حمله يوم الفلاني ونبدا نروجها عن طريقنا وعن طريق الشركاء بتوعنا، وبنك الدم نفسه هو اللي بيجيب بقى طبعا فريق العمل والمعدات والعربيات لان هم طبعا اللي فاهمين يعني دي طبعا الجزء بتاعتها. طيب الناس اللي لما تفتح معاهم الموضوع ويبقوا زي كتير من اللي الواحد بيشوفهم لا يا عم ما بحبش انا اتبرع بالدم، يحصل ايه حوار بينك وبينهم؟
هو في الاول طبعا يعني انا بشكل شخصي بحاول لما مع اصحابي او اي حد انا بقابله بشرح له ان طبعا فكره انك تساعد غيرك وان انت بتنقذ روح دي يعني مش لا انا مش هقول انا هقول لك اللي يقول لك ايه انا ممكن اطلع فلوس بس ما اتبرعش بالدم. انا بقول لك الاجوبه اللي طبعا طبعا هي بيقولها يقول لك لا انا بخاف. النقطه اللي بيفكروا فيها لما بيكتشفوا ان هي مش كله طبعا بس يعني دي بتضيف ان هي صحيه ليه برضه فكره ان الواحد يجدد الدم بتاعه ويتبرع دي مفيده ويحفز انتاج ال بالظبط فدي بتفيد. بس الحلو برضه عندنا ان احنا كله فيرتشوال احنا عاملين صافحه الناس اللي داخله فعلا احنا مش بنحاول يعني عمري على قد ما اقدر ما بحاولش استغل خبرتي في مجال الدعايه والاعلان ان انا اقلب الموضوع كوميرشال وان احنا ندخل يبقى كوميرشال لا خالص لان انا دي لازم تبقى صافيه تماما يعني احنا بنساعد الناس فيها دي النيه فيها فاي حد بيخش يتابعنا عشان يساعد يبقى هو داخل عايز يساعد. وفي ناس بتبعت لنا في المطلق شباب صغيره كمان اللي هو انا عايز اتبرع بالدم ساعدوني اعمل ايه فبنقول له بقى خش سجل نفسك كمتبرع او لو احنا في حملات معينه هنذيع نقول هي فين. في اساسيات الناس بتبقى عارفاها لها علاقه اولا بحالتها الصحيه انه ان هي التبرع بالدم لا يؤثر عليها. في حاجات لها علاقه بكيفيه اخذ الدم منك ان انت اولا مش اي حد ومش اي واحد واقف في الشارع يقول لك احنا عربيه تجميع دم. لا لازم تبقى تتاكد انها تابعه المستشفى تتاكد انها تابعه لبنك الدم. الكيس اللي بياخده منك فيه الدم اولا بيبقى الابره بتبقى سيلد او بتبقى مغلفه او معقمه ومغلفه لازم تتقطع قدامك يعني ما ينفعش تاخد حاجه ابرتها مفتوحه لازم البلاستيكه تتقطع قدامك عشان تتاكد ان مفيش حد قبلك اخد الابره دي وتتاكد كمان ان هي اترمت قدامك او اتكسرت قدامك عشان محدش بعدك ياخد لانه لا قدر الله اي حد فينا ممكن يبقى عنده اي مشكله في الدم فما ينفعش نبقى قصدنا خير وننشر عدوى بشكل. في اساسيات كده اللي بيتبرعوا بالدم بيبقوا عارفينها ولازم الناس تنوه عنها وتبقى في ثقافتنا وفي ثقافه ولادنا. ولو حد قال لك اصل انا بخاف من الابره اصل الابره بتوجعني قول له حط نفسك او حط حد من حبايبك في موقع انه محتاج دم وانه كيس دم ممكن يهديه الحياة وقلة كيس الدم دي ممكن تخليه يروح من الدنيا او فكر في ألمه وقارنه كده بألم الإبرة اللي هتشكك هتلاقي انه لو عندك دم هتديه. صح يا هشام؟ غريب في بلد لن يستدل على عنوان الممثل خرج من الكادر ده اهو من 3 سنين قول لي غلطه وندمان عليها. هقول لك حاجه غريبه خالص ايه يا كزان يوسف شاهين وانا تلميذك وده تلميذي. موتت سعاد حسني ليه؟ موتت سعاد حسني ليه في الفيلم؟ هو كان سيف ذو حدين او زي ما بيقولوا نعمه ونقم. اظهار نقم هذه الدوره مهداه لصباحك.